دنيا باتما تثير ضجة في مواقع التواصل الاجتماعي بسبب الفرقة الموسيقية. أولا وقبل المشاهدة نرجو منك الضغط علامة إعجاب بالفيديو. أثارت الفنانة المغربية دنيا باتما جدلا واسعا عبر منصات التواصل الاجتماعي بسبب مقطع فيديو لها تم تداوله عن نطاق واسع عبر صفحات أخبار الفنانين المشاهير. وظهرت الفنانة دنيا باتما في مقطع فيديو وهي غاضبة من الفرقة الموسيقية أثناء إحيائها حفلا فنيا بمدينة أكادير وسط حضور أفراد أسرتها. وتساءل عدد من نشطاء موقع التواصل الاجتماعي انستغرام عن السبب الذي جعل دنيا باتما تغضب من الفرقة الموسيقية بتلك الطريقة. وفي سياق منفصل أثارت الفنانة دنيا باتما الجدل عقب آخر إطلالة لها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستغرام. وأطلت دنيا باتما على متابعيها بفستان أسود قصير أظهر معالم جسدها وشعر منسدل ومكياج ليلي أبرز ملامح وجهها. وأثارت إطلالة دنيا باتما غضب عدد كبير من متابعيها الذين عبروا على أن الإطلالة فيها نسبة كبيرة من الجرأة، فيما أبدى البعض الآخر إعجابه بالإطلالة معتبرين أنها على الموضة وأنها لاقت بجسم الفنانة المغربية دنيا باتما. وعلى الرغم من أن هذه الإطلالات تحظى بإعجاب جمهور دنيا باتما إلى أنها أثارت جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث انتقد بعض المتابعين إطلالتها الجريئة واعتبروها أنها لا تتماشى مع المجتمع المغربي التقليدي